بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. هو استعد إلى ماشي قانون، وفقط واحد يعني واحد يعني في الإدارة العامة للضرائب دار واحد المكتب اللي غيتكون من بعض المسؤولين اللي غادي يديروا التتبع ديال الآثار ديال المصاريف ديال لي كونتريبيابل ولا الناس بصفة عامة، اللي الهدف منه هو ماشي شي حاجة زعما اللي صعيبة ولا جديدة ولا هذا، بقدر ما هو غير باش نعرفوا النفقات ديال المغاربة بالمقارنة مع اللي كيتم التصريح ديالو في إدارة الضرائب. يعني إلا هضرنا مثلا على واحد عنده واحد المدخول سنوي، وتنشوفوا مثلا المصاريف ديالو ديال السنة تتفوق بكثير هذاك المدخول السنوي، فإدارة الضرائب غادي يكون عندها الإمكانية أنها تعرف على الأقل ولا دير الموازنة ما بين المصاريف والمداخل ولا المداخل المصرح بها، الشيء اللي غادي يجعلها أنها يعني تقدر تعرف شحال ممكن أن هذاك الفرد ولا ذاك الشخص يخلص كدخل سنوي بالمقارنة مع هذاك التصريح اللي كيدير هو. علاش؟ لان يعني ماشي من المعقول كيف ما قلت لك انه الانسان يكون عنده واحد الدخل معين، ولكن فاش تشوف المصاريف ديالو كتشوف اكبر بكثير من هذاك الشيء المصرح به. اذا هنايا هاد الخليه اللي بغينا نقولوا هاد الخليه ولا هاد المكتب غيكون عنده الدور انه ديال لا كوليكت ديال لي زانفورماسيون ديال جمع المعلومات على الاشخاص اللي ما كيديكلاريوش ولا ما كيديروش التصريح الكامل بالمداخل ديالهم. فيعني هذا هو اللي مهم، هو انه الا كنا تنهضروا على ليكيتي فيسكال وانه ديال الانسان انه حتى هو يكونتريبي ولا يشارك في الاقتصاد ديال الوطن، ما خصناش نبقاو نشوفوا هاد التهرب الضريبي بهذه الطريقه هذه. اللي اكيد ايضا هو انه بحال مثلا حنايا في فتره الصيف تنشوفوا مثلا الناس كيديروا اشهار في مواقع التواصل الاجتماعي ولا في المواقع ديال الاشهار على اساس انهم غادي يكريو مثلا واحد لابارتمون بواحد الثمن معين واحد المده ديال 10 ايام ولا 15 يوم ولا هذا. هادشي في الدول يعني المتقدمه والدول ديال اوروبا، مثلا الا خدينا على سبيل المثال اوروبا، هادشي معروف. يعني كاين شركات اللي معروفه كيدوزوا عن طريقها الناس وكيكريو لي زابارتمون لواحد الوقيته، وهذاك الناس ديك لي يعني اصحاب هذيك المحلات ولا ديك لي زابارتمون شنو كيديروا؟ كيديكلاريو، كيديروا التصريح ديال ديك لي غوفوني، لان هذيك الكرا اللي كيخلصوا ليهم الناس هذيك راه ان غوفوني، يعني واحد المدخول. هذاك المدخول ولا هذاك الدخل راه خصك تخلص عليه الضريبه على الدخل. فاحنا في المغرب ما عندناش هذا الشيء، حنا تنعرفوا دابا مثلا في هذه الفتره ديال الصيف كيف ما قلت بانه الناس كيمشيو مثلا للشمال للجنوب، يعني عبر الوطن تلقى دي زانونس ديال ابارتمون ب 500 درهم 800 درهم الليله الى اخره. ما كنظنش واكاد اجزم بانه ما كاينش شي واحد اللي كيديكلاري ولا كيصرح بانه في هذه الفتره ديال شهر 7 8 9 مثلا راه كرا ودخل قدا. ف هذه الخليه في اداره الضرائب غادي تمكن على الاقل بانها تجمع المعلومات اللازمه ونعرفوا شحال هاد الناس كيدخلوا. وإذا كانوا هاد بحال مثلا الا شفنا في الدول المتقدمه كيف ما قلت بان هذيك الشركات راه يعني داكشي منظم. فاش كنقول بانه عندك اول حاجه عندك لا سيكوريتي، عندك لا سيكوريتي يعني الناس كيتيقوا في هذيك المواقع. علاش كيتيقوا فيهم؟ لان كاينه الضمان ديال الحقوق ديال الجميع، ديال جميع الاطراف، ديال الناس اللي كيكريو وديال الناس اصحاب المحلات، وداك الشيء منظم. يعني في كل سنه تتكون عارف يعني ديك الشركه تعطيك هاد الناس شحال كرا وها شنو تخلص وها شنو اللي تصرح به وشنو اللي ما تصرحش به. فهاد العمليه هذه انا زعما حسب رايي عمليه مهمه جدا، لان على الاقل تنظيم هاد سميتو حنا تنعرفوا كاين بعض المرات كيوقعوا مشاكل ومشاكل كبيره. فاذا كنا تنهضروا على نسبة الوعي وتنهضروا بأن المغاربة كاملين بغاو هذا البلاد يكون مزيان ويتقدم مزيان، خصنا حتى حنايا نساهموا ونساعدوا الإدارة وما نبقاوش في هذيك الخطابات السوداوية. ندير أنا اللي عليا بعدا ونساهم في الاقتصاد ديال الوطن ونقولوا دي فوالا راه أنا كريت مثلا هاد الشهرين بهاد المبلغ هذا.
هذا من جهه، من جهه واحده اخرى عاوتاني للتتبع، لان الناس دابا شافوا بانه ردوا البال، راه اذا رد الضرائب غادي تشوف زعما لي ريزو سوسيو والانترنت وداك الشيء كامل باش تعرف المداخل. كاين مثلا الناس اللي كيمشيو كيديروا محاضرات على برا، كنمشي مثلا لينكدين وكنلقى ان سي في، هذاك لو سي في تلقى فيه داك السيد شنو كاتب، بانني درت محاضره في هذه ودرت هنا ودرت هنا ودرت هنا ودرت هنا، ولكن فاش تمشي للتصريح ديالو ما كنلقاش مدير التصريح ديال المداخل ديالو. اذا هذا راه كيتسمى تهرب ضريبي، لانه من المفروض انني فاش نبغي ندير واحد لا فورماسيون ولا بغيت ندير واحد النشاط معين تندير التصريح بانه حتى هذاك مدخول باش كنخلص عليه حتى انا. دونك هذا هو اللي كاين، يعني هاد الخليه ولا هاد المكتب يعني خدا خبره يعني من التجربه الاسبانيه والتجربه الفرنسيه اللي هما متقدمين في هذا الموضوع هذا، وبغى باش انه حتى حنا في المغرب يعني نواكبوا هذا التطور اللي كاين والناس يديروا التصريح ديالهم. ايضا بالنسبه للعيالات هذا الشيء مهم بزاف، تتمشي مثلا العيالات كيمشيو تيحطوا التصاور مثلا في فيسبوك ولا في لي ريزو سوسيو اون جينيرال، وتتشوف مثلا غير القيمه ديال هذاك الشيء اللي لابساه ولا ديك المجوهرات ولا السياره ولا هذا، تشوف واحد القيمه كبيره بزاف. فاش تتشوف ديك القيمه كبيره وتترجع لهذاك الشخص وتلقى بانه كيديكلاري مثلا واحد 100,000 درهم في العام ولا شي حاجه، يعني تلقى بانه كاين شي حاجه ما خصنا يعني انا بالنسبه لي نقدر نسميها نتمنى ان هذا الشيء يعاون نحيدوا ديك النفاق الاجتماعي كيف ما تيتسمى. وعاوتاني كاين ناس اخرين اللي تيديكلاري لك لو غوفوني ديالو انويال مثلا واحد 120 ولا 150,000 درهم، وتتلقى فاش كتشوف الوليدات ديالو تيقريهم على برا. وفاش تنقولوا تيقريهم على برا يعني في الولايات المتحده الامريكيه ولا في كندا، تنعرفوا يعني الاثمنه غير ديال لي فخي دانسكريبسيون راه تنهضروا على 60 مليون 70 مليون وعاد لي فخي ديال دو سكولاريتي. فهنا يعني في اداره الضرائب غيكون عندها الامكانيه انها مثلا دخلت لواحد الشركه باش دير يعني لو كونترول ديالها، كيمكن لها انها تمشي حتى لي ديريجون وتعرف هذيك ديك المداخل اللي كيديكلاريو والمصاريف اللي كيصرفوا، وهذا غيعاون باننا كيف ما تنقولوا غادي نزيدوا ناكدوا هذاك يعني الانخراط ديال الجميع في يعني في الاقتصاد، يعني انخراط فعال ما يكونش عندنا واحد ديزيكيليبر ما بين لي زونطري ولي سورتي. والناس اللي عندهم من طبيعه الحال داكشي جوستيفي، مثلا واحد عنده سياره كدير 120 مليون ولا 130 مليون وعنده واحد مديكلاري واحد المبلغ معين، فاش غيسولوا ماشي بالضروره بانه راه عندهم الصح، تندخل معاهم تنجوستيفي خصني انني نعطي ما يفيد بانه راه انا كندير لي ديكلاراسيون ديالي التصريح ديالي بشكل قانوني، وبانه ما كاينش واحد ديزيكيليبر ما بين المصاريف والمداخل ديالي. بحالة ما الانسان ما صرحش بهذه المداخل ديالو وجاه الاخبار انه خصو يخلص بلاتو وما خلصش، شنو الاثر القانوني اللي كترتب عليه؟ بالنسبه للاثار القانونيه هو انه يعني اداره الضرائب راه اداره عموميه كباقي الادارات، يعني فاش تنجي عندك انايا وتنقول لك اودي هذاك التصريح اللي درتي حنا تنشوفوه بانه اقل من التصريح اللي خصو يكون، انت هذيك الساعات المسؤوليه ديال الشخص هو انه خصو كيف ما قلت يعطي ما يفيد بانه راه داك الشيء صحيح. في حالة إلا وقع يعني كيصيفطوا ليه واحد لا ليتر، في حالة إلا وقع شي مثلا تفاهم فتبارك الله، يعني إلا لقينا بأنه راه عنده يعني مداخل وحدين أخرين ما دارش تصريح بهم، غادي يدير واحد التصريح ديال ديك المداخل اللي ما كانوش مصرح بهم وتيخلص عليه. في حالة إلا ما كانش هناك اتفاق ولا ما كانش راضي على ديك مثلا على لا ليتر ولا على المبالغ اللي عطاوه، هذيك الساعات كاين مسطره اللي كيمشي معاهم انه تمشي لا كوميسيون تمشي حتى للمحكمه، وديك الساعات القضاء هو اللي كيعطي يعني اللي كيعطي الحق للمولاه، الا كان الاخر كيستحق انه يخلص راه خصو يخلص، ما كانش كيستحق راه تيخرجوا ليه بانه ما خصوش يخلص. واخا بالنسبه للاليات اللي غتعتمدوا من هذه اللجنه هذه بعيد على مواقع التواصل الاجتماعي، واش كاين شي اليات اللي يعني فعاله باش تعرف اكزاكتومون شحال خصها؟
لا دابا باش نكونوا عاوتاني يعني عمليين، هذه اللجنه ولا واحد المكتب، تكوين واحد المكتب اللي يعني جديد باقي، يعني ما كاينش شي حاجه اللي ما كاينش قانون ولا هذا، يعني كاين واحد المكتب اللي كيجمع المعلومات. هذه القضيه ديال الاليات حنا شنو هضرنا وهضرنا من قبل فاش كنا تنهضروا على هذا ديال الضرائب ليكيتي، اون فيت ليكيتي فيسكال، كنا تنهضروا دائما على ان الناس خصهم يتجاوبوا بايجابيه مع هاد مع هاد مع هاد يعني هاد هاد الزخم ديال القوانين وهاد الاجراءات كامله. فكاين اللي تنعرفوا اداره الضرائب عندها واحد البيك داتا، فاش تنقولوا ديك البيك داتا هذيك هي اللي لا كونستيتيوسيون ديال واحد لا باز دو دوني، ومنها منين هي اللي خولت لها انها تعرف مثلا النقص اللي كان عند بعض الانشطه اللي ما كانوش كيديروا التصريح ديالهم التصريح الكامل. دابا اداره الضرائب عندها معلومات كافيه عن طريق لي تيلي ديكلاراسيون والناس، يعني هاد الاجراءات كامله اللي دارت، يعني مكناتها انها يكون عندها واحد لاباز دو دوني، واحد ديال المداخل اللي كيتم التصريح منها بها وشحال كتخلص. من بعد فاش غادي نعرف انا شحال، كيف ما هضرنا قبل قليل مثلا، عارف بان هذاك الشخص عنده واحد 200 الف درهم في العام اللي كيخسرها، من المفروض انه يكون عنده مداخل ديال 200 الف درهم والفوق. هذا هو اللي زعما من المفروض. الا كان هناك مثلا قروض ولا شي حاجه، هذيك الساعه عاوتاني كنشوفوا كباركا. دونك الاليات ولا هذا عندي لا باز دو دوني، ديجا كاينه عندي لا باز دو دوني اللي غادي نزيد نطعمها باش بهذا لو بيرو هذا اللي غادي يعطيني معلومات غير دي زيستيماسيون على شحال ممكن يكونوا ديال لي ديبونس. واحد مشيت مثلا انا مشيت دوزت العطله مثلا في الولايات المتحده الامريكيه، عارف لي بي تقريبا بشحال تيكون، وعارف الاقامه بشحال تتكون، وعارف ولا بيريود، ونقدر يعني نمشيو لا تراسيبيليتي حتى هذاك السيد فاش مشى شحال عنده ديال مثلا، واش مشى هو وليداتو اربعه ولا خمسه. دونك الا درت انا غير اون استيماسيون لا مويان باغ جور، غادي نعرف في ديك المده ديال 15 يوم شحال خسر. وبالتالي فاش غادي ندير، حنا ما تنهضروش هنايا على 15 يوم في الشهر في هذا، فاش تندير لا سوم ديال ولا تندير المجموع ديال داك الشيء لمده سنه، تعطيني واحد الفكره، تعطيني واحد الفكره على شحال ديال المصاريف. وفاش تنقولوا شحال ديال المصاريف، اوتوماتيكمون خص كيف ما قلت، يعني من المفروض انه يكون حتى هو عنده مداخل اللي تتوازي ديك تتوازي هذيك المصاريف. اللهم كيف ما قلت، من بعد الا كانوا مثلا دي كريدي ولا شي حاجه، راه كيمكن تيمكن لاي شخص انه يدلي بهم. فوالا.